السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدام سلسلة شوات ريحانة كمال، نقدم لكم عصير لافوكا والكيوي مع السيترونات اللي حضرنا من قبل. غادي تلقاو المقادير ديالو وسط الفيديو ولا أسفل صندوق الوصف. إلى عجبكم الفيديو بارتاجي وانضمام القناة. شكرا للمتابعة. المكونات: عندنا 2 حبات من الكيوي مقشر ومقطع دوائر، حبة من الأفوكا مقشرة ومقطعة قطع صغيرة، عندنا كأس ديال السيترونات، غتلقاو المقادير ديالو وسط الفيديو، وعندنا الماء حسب الكثافة اللي بغينا نحصلو عليها. ناخد الخلاط الكهربائي اللي هو الكأس ديال العصير، كنوضع فيه الفواكه اللي هي الكيوي والأفوكا، كيجي رائع ولذيذ، يعني الطعم مميز مختلف على العصير العادي اللي كنضيفو ليه الحليب. هذا كيجي رائع جدا، ان شاء الله تجربوه. بالنسبة الكمية ديال الماء كتبقى على حسب الكثافة اللي بغيتو نتوما تحصلوا عليها. كنضيف الكأس ديال سيترونات اللي هو مركز الليمون الحامض، غتلقاو المقادير ديالو اسفل صندوق الوصف كل كبطاقة في الفيديو. كنضيف الماء غير القليل بالاول حتى كنمزج المكونات جيدا، ضروري ما نطحنهم مزيان بالاول. كما لاحظتوا الخليط مازال كثيف يعني ثقيل، غادي نضيف ليه الماء ونعاود المزج ديالو حتى كنحصل على الكثافة اللي بغيت انا. كما لاحظتوا ما استعملتش الكمية كلها ديال الماء، وانتم كيبقى لكم حرية الاختيار، كتذوقوا وكتشوفوا الكثافة اللي بغيتوا. هذا هو العصير المحصل عليه، كما كتلاحظوا راه كيجي طعم مميز، انا غادي نحمسكم باش تجربوه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي، ان شاء الله تجربوه وتقدموه لافراد اسرتكم بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو بارطاجي وانضمام القناه ووضع لايك. شكرا للمتابعه.